سلم اسلحتك استسلم قبل اطلاق النار. عملية مداهمة أسطورية أونلاين. اشتباكات حامية الوطيس. ومعركة شرسة جدا على سفينة الشحن. مغامرات كتيرة صارت معي بهي الحلقة، ما بدي أحرق منها شيء. إذا ما كنت مشترك بالقناة لتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس كرمال توصلك حلقات السلسلة هي أول بأول. وإذا حابب تدعم مستر عبقري زر الانضمام موجود جنب زر الاشتراك. سمعونا الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، ويلا سوا. السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا لكم يا جماعة بحلقة جديدة، جاهزين لتشوفوا مستعمرة وأمبراطورية مستر عبقري التي لا تقهر. ترارارا. يا شباب، مين بيتذكر القلعة الصغيرة البيبي اللي كانت هون، أو الكورة 2x2 لما ساويناه؟ ويلي في ضرب قريب. تعال ناخذ صورة للذكرى هون مع قلعة مستر عبقري وهي لساتها بيبي. شايفين شباب هاي قلعة مستر عبقري، هاي النواة تبعت قلعة مستر عبقري الأسطورية الكبيرة. صدقوني رح تطلع هون قلعة رح تخافوا ورح نخوف السيرفر كلياته منها. طيب يا شباب، بعد بناء كتير 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 عذاب وساعات من البناء، سويت أبراج التكفير هاي مثل ما شايفين، في عندنا كذا برج تكفير، وسويت كل هالتيسيات مشان ما حدا يحسن يريدني أبدا أبدا. بتعرفوا اللي رح يريدني أونلاين رح يكسب 20 دولار يا حبيبي، فأكيد رح أحاول إني أقطع عليه الطريق. وبصراحة طلع منظر القلعة وأبراج التكفير اللي جنبها رهيب جدا. ما أعتقد حدا رح يغامر ويحاول يريد قلعة مستر عبقري، لأنه فيه أشياء كتيرة وخدعة كتيرة. طبعا هناك في منطقة ألغام، وهناك في منطقة ألغام، وهناك في منطقة ألغام. غير أنه هدول التيسيات الصغيرة يا شباب محشيات بالترابات بالأفخاخ. يعني طلعوا تعالوا شو فيكم، مثلا نموذج حط بقلبهم تراب شوتجن. لاحظين مليء مليء بهاي الحركات، غير جوا مليان شاتجنات. طيب يا شباب، الحمد لله رب العالمين تطورنا وصرنا هيك. ما بعتقد هذا رح يحسن يريدني، يعني الا اذا كان عنده مثلا شغلة 300 400 صاروخ احتمال يحسن. رح يضرب برج من هدول الابراج ويبلش شوي شوي يستحكم حتى يوصل القلعة. بس اذا كنت اونلاين طبعا ما رح يحسن بنوب. اذا كنت اوفلاين يعني احتمال اذا ما اجى حدا ريد كاونتر. مين هذا المواطن عم يقرب لهون؟ يحيى. يا يحيى لا تقرب يا يحيى، مليان توريتات يا يحيى حبيبي والله يحيى. طيب يا شباب، مفكر اني اليوم بصراحة انكش راسي على شي حدا، اتبلى على شي حدا، اقتل شي حدا بصراحة، يعني هي فكرتي يعني بصراحة. فماني عرفان بمين بدي بلش او شو بدي اعمل، لاني مليت من البناء. يعني صار لي يمكن ولي شفتوا شلون وقع بالفخ يا شباب. تعالوا نشوف مين هاد، وينو هذا المواطن اللي وقع هون؟ ليكو عمر، هات لوتك حبيبي. ها جايبي هيا يا عمر، شو بدك تعمل له؟ قول له عمر عم يقرب كان من هون شباب، وقع بالشوتجن تراب هاي. طيب يا شباب، الحمد لله رب العالمين وصلت لهذا المستوى بعد عناء وتعب طويل. طبعا وجارنا الصيني ساوى قلعة مخيفة، ولحد هلا انا يعني عامل معه هدنة غير معلنة. كتير عم نشتبك مع بعضنا، كتير عم نقتل بعضنا، بس ما عم نريد بعض. ولكن هي الهدنة يعني مسألة وقت بس مو أكتر، حتى قوي حالي وزبط أموري، وأكيد رح أهجم عليه هجمة أسطورية ندمو على الساعة اللي قرر يلحقني على هي السلسلة فيها. فيبقى شباب تعالوا نشوف، ننشر الزهور والسلام. ما بعرف بدي ننشر الزهور والسلام، ما حدا عم يرضى يقلي وين ساكن، والكل خيفان، والله تقولوا شبح بالخريطة. الله يحميني ويحفظني. والله هي القلعة هنا بتطلع مخيفة. ويلي والله في حدا جنبي، ليه ما طلع هاد؟ ملون لي اخضر، نايس والله. انت في حرب؟ ايه عم اي اونلاين 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 اونلاين. نجي نريده شباب اونلاين ريد، والله متحمست عليه، والله يتحمست عليه. ليش جاي عم تبني جنب قلعة مستر عبقري يا حبيبي؟ استغني عن روحك. طلع
حلو، فتح لي باب. في نوم. والله هاي كواليتي. يعني جبت لوت هداك. لك اطلع. على الاغلب التي سي هون. والله هذا يمدينا الريد اونلاين ريد يا شباب. حلو. هذا هون التي سي هون. انا متاكد. شو رايكم شباب عليهم؟ صواريخ ولا توريت ولا شو؟ شو حابين الطريقه نسرق فيها هذا المواطن؟ والله انا جاي بالي صواريخ صراحه، صار عندي كميه منيحه من الصواريخ ولا ما استخدمتها. طيب دقيقه، باب 2 3 4، اربع ابواب. هلو ماي فريند، ار يو هير؟ طيب شباب نستغل انه الزلمه عنده تايمر، خلينا بسرعه بسرعه نروح نجيب مواد، نجي بني له بيس ريد على السريع السروع. مسكتك، ارفع ايدك، واقف واقف، ارفع ايدك، واقف ارفع ايدك، والله باوسك، والله باوسك، واقف ارفع ايدك. انت مين؟ اهلين 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 مستر عبقري، اهلين. شفتك عم تتلقاس جاي. انا فينوم، انا فينوم، انا جزائري اللي تلاقيتك. حبيبي يا فينوم، اهلا وسهلا. انت اللي قتلتني صح؟ ياب 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 ياب. اهلين حبيبي، اهلين، كيفك؟ والله الحمد لله، انت كيفك؟ شو اخبارك؟ كيفك يا عبقري، كيفك؟ والله الحمد لله، الحمد. انت باني هون بالغابه تبعيتي؟ اي ما دوم ما تاخذ تصريح. ليش؟ اي انا بنيت قبلك يا مستر عبقري، انت اللي بنيت بعدي. لا يا حبيبي، انا باني من اول الوايب. انت جديده هي القلعه، اول مره بشوفها. اي انا من اول الوايب. ايوه بالله عليك ما شفتك يا رجل، انا جيت رقدت واحد كان باني هون. انت هون؟ نعم صحيح، انا حكمت عليك حكم هون. وخاف ما اكون ظلمتك، انا راح ريدك يا فينوم، فجهز حالك اونلاين ريد خلال ثواني. الصواريخ راح تكون عم تنزل على راسك، جهز حالك. ثواني كمان، ثواني. يلا يلا على الثواني. يلا اسمع، تيسيتك يا ويلي، عنده جراجات دور. شباب سوف نقتلك يا فينوم، استعد. كان لازم ما قال له، اقسم بالله هلا بزبط لي اموره. هلا طيب يا شباب، وبعد ما جبت عدة الريد اللي لازمة، رح ابني له بيس ريد صغير ورح اضربه صواريخ يا شباب، وحط توريت على الباب بس مشان ما يطلع يقفر، لانه ما بتعرف الحجر اللي ما بيعجبك ممكن يفجك. فبدي احاول بسرعة اضبط شوف بنشي ما بنى، يمكن سير على التي سي، الله العليم. لازم بسرعة البرق شباب. شو كن عملت؟ بنيت وزبطت امور البيس ريد، بعدين هجمت عليه الهجمة الاسطورية اونلاين ريد، لنشوف شو رح يعمل. اتسلى عليه شباب، ايش رايكم نعمل عليه لقطات؟ طول بالك ما يكون مكمبر شي محل بالغابة. بنى البنكر، شفتوه؟ في بنكر. ليكو عمر البنكر. ايزي. ليش ما يمديني ابني هون؟ يا انا مندي بالبيت. طيب شباب، هون راح يكون التوريت، هون راح يكون التي سي. ما بدي اتعذب عليه كثير للزلمه، لانه اصلا مصممه محرز بصراحه، يعني على قده. طيب يا شباب، سويت هذا البيس ريد المتواضع، وهلا رح بلش ريدو للمواطن. هات فشغل المولد يا مدير، اعطيني هاي بالله، حط لي هدول هون، خلينا نكسر بس هذا يا شباب. ان شاء الله يا رب ما يصير معنا مشاكل. هاي بس حط الريد، عدة الريد هون مع عدة الريد هاي،
بس اطلع حط الاسوار برا فلما يجينا هالعالم كاونتر. لا يلا حلو هيك. هيك مسكر على حالنا شباب هذا. اوكي مثل ما شايفين يا شباب هاي هي البيس ريد. بيس ريد كتير متواضعة وصغيرة. وهذا هو الهدف يا شباب. هو اونلاين طبعا. ما بعرف يا فينوم هل انت هنا؟ فينوم نعم انا هنا. هل انت مستعد يا حبيبي؟ ما عم يحكي الزلمة. طب دقيقة جبت معي هذا المزيع خليني احكي معه فيه. يا ابني يا فينوم المكان محاصر سلم اسلحتك قبل عملية الريد. ما عم يرد. يا ابني يا فينوم اطلع وسلم اسلحتك استسلم قبل اطلاق النار. مين هذا؟ احا ولا شلون طلع برا البيت؟ المكان محاصر. يلا بلش حبيبي بلش. عندي عرض لك يا فينوم قبل اطلق النار. اطلع استسلم. يا اخي احنا ما نستسلم يا اخي. كفوا عليك. الانذار الاخير سلم اسلحتك قبل اطلاق النار. ما بده شباب. اوه بلش يا معلم طور عم يطور الزلمة. كم بروكيت عشان تاخذ شوية حديد وحجر و200 هاي كواليتي. يلا استسلم يا ابني استسلم. بنوقف عملية الريد. انا ما استسلم يا اخي انا ما استسلم. يلا وربي كفو عليك عجبتني. تحمل ضربات مستر عبقري زي هيك. يلا شباب جاهزين؟ تفضل. شباب يدخلوا بابا لحيطان صراحة جابالي يدخلوا حيطان الأمانة. والله أني خايف والله الدنيا ليل ماني مطمن. ما استسلم شباب. شو بدي اعمل له؟ لو انه مستسلم يا شباب كان خلاص على اي جركه تعفيت عنه. هاي الخدعة مشان يروح صوت الوز تبع ال... ليش ما فتح؟ فتح. طلع الهاي كواليتي شباب. اوكي لازم نقرب لهون شوي نضربين الهاي كواليتي. والله لازم اصرف عليه 15 و8 متل ما اني حاسب 23 صاروخ. وين الكاونتر؟ ايوه مين هذا اللي جرأ؟ اسمع يا ابني يا كاونتر روح من هون. لازم اعطي مجال. بوستر اوكي باي باي بوستر مات. الصاروخ الحارق وين حاطه؟ حاطه بالباك باك صح. انا عارف انا ناكد
دكتور تذبحني تلقى مني مثلا. يا في كتير عالم كاونتر. يا ابني يا كاونتر انسحب بالمنطقة انسحب. انا ميت بعيد عنك قال انسحب من المنطقة. شباب لازم فورا ايش بعد ما ينوع الهاي كواليتي صاروخ حارق على طول جوا احرق له الدنيا كلها. انت اي كي يا حبيبي تقول لي انسحب انسحب من المنطقه انسحب ولك انا اي كي حبيبي تعرف منه اي كي. لا ما يا الله تعرف منه اي كي حبيبي. يا منواب يا منواب فتح كل الشرح شكتي شكتي فتحت 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 تريدنا عبقري براس. براس يا عبقري راسك كبير انت عبقري. انا ماني شايف ماني شايف ماني شايف دقيقة لسه ما فتح. يا تلبكت والله تلبكت. Dead. هلا فتحت هلا فتحت هلا فتحت. لك ما فتحت. يا ولو الكاونتر بلشوا يقتلوا بعضهم. والله الحماس مليون يا شباب الحماس مليون. يا ابني يا كاونتر انسحب بالمنطقة انسحب بالمنطقة فورا. يا يا الله 50 واحد اجوا شو القصة؟ شو القصة 50 واحد اجوا ليش يا زمن ليش؟ في أربعة شباب هذا شكله الوضع هوني صار سلطة. قتلني مات اسمع اسمع اسمعنا اسمعنا يلا يلا لازم قوم يلا بسرعة لازم قوم بسرعة ما شفته غدرني. لازم سيفورات شباب على هاي كواليتي. يلا يا لاعب يلا يا الكاونتر يا ربي بسرعة 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 في يا لاعب بسرعة بسرعة يا لاعب حلو 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 مين الاكا بس زبط اموري. وينه هذا غدار يا الخريطة كلها اجت ضرب الصواريخ. تعرف شو؟ خليني احط عدة الريد وروح السفقت غالبا بده سيفورات هاد شباب.
يلا باين الصاروخ باين الصاروخ باين الصاروخ والله خلاص خلاص ما في داعي السيفورات. يلا شباب يلا اخر صاروخ. هلا الصاروخ الحارق. هاي التي سي شباب. حرقته. خالصة شباب خالصة 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 خالصة. أعطيني عدة البناء. يا اسمعوا اسمعوا شباب اسمعوا. وينه؟ والله إذا بدي أقرب لهم كانوا يغدروني أنا متأكد. نجهز صاروخ سريع. بس بدي أروح سيل له. إن شاء الله ما حد يغدرني. يا ابني يا كاونتر انسحب. من على حظي. اوه اللوت. هات هات اخوي هات. اللوت اللي عنده جبار. وين الباك باك تبعيتي؟ وين وقعت هون؟ بسرعة 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 بسرعة. يا ويلي على اللوت شباب. وينو هاد؟ في واحد أو كاستم. والله شفته لمحته الواطي ليكو. هات الكستم حبيبي هات. يخرب بيس انت هذا كستم والله بيوقعني. ها لا 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 سريع 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 سريع. ايش صار؟ والله يلعب هذا اللي ضربني والله يلعب. خليني افضي الاشياء اللي صارتها هون شباب على السريع. ياب كبل لي هدول هون هلا برجع باخذهم. يا صار في بولتي برا. وين اكيتي شباب؟ يا الله يا الله. يمديني هلا احط حيطان يمكن صح؟ يمديني اسكر هون حيطان. ليكو ليكو الكاونتر تعال بس شوف شو ساي فيه. راح حلو عليك خففت عن حالي. ينعن ينعن اقتل الغدر ولو شو شان الغدارين يعني والله العظيم مشكلة ولو كيل. خلونا نسن موارد اسطوري خلينا ننقلها بس والله حرام. هذا كاسبر ماشي حسابك معي بعدين يا كاسبر ما بعرف شلون بيجي لهم بسرعه.
يلا ايزي، هلا لازم نشتغل على موضوع نقل الموارد شباب، بس انها بالبيت بعدين نطقطق على الناس. خدعة، قرب. صدته والله صدته. كمان حصان. خلاص هيك مبعرت مبعرت الحكايه شباب، مبعرت والله. خلينا نسرق الموارد. هو صار في AK. هاي كواليتي M2. يا صح ويلي، وين الشوت جن؟ اوكي 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 اوكي، هذا صاحب البيت شباب فينوم. يا كان جهز حاله يسيل. هات حبيبي هات، يعطيكم العافيه وشكرا جزيلا يا فينوم. اوه الكومبوننت يا اخي هذا مو طبيعي. ها ايش اللعب الخرافي ها؟ شوف فوق، شوفي فوق. اوه مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي والله مو طبيعي اللوت لك. نايس حديد وحجر و200 هاي كواليتي. يلا وياك وياك. لا لا تضرب لا تضرب لا تضرب، بس عقلان وياك. ذاك شايفك ترى منك ماسك الليكي. اح ديت حاج بقى تقدر تهرب حاج. والله يا شباب اللوت بصراحة لوت جبار يعني، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ام 2 يا شباب والله ما يسمع صوت ام 2 هلا يجوا يريدوني فورا. طيب خلونا بس بليرتين نظبط الوضع احنا هون، لانه بصراحة صار في معنا لوت اسطوري وماني حابب اني اتريد. فيب خلونا نبني شوية اشياء. اعطوني حديد عادي ما بدي هاي كواليتي، خلي الهاي كواليتي هون. خبي لي باقي القصص هون. نايس ريد والله يا شباب، والله نايس ريد. يا سمعين شباب برا كاونتر شلون صاروا؟ اطلع يا واطي اطلع، اطلع يا واطي اطلع. ديد ليك الكاونتر، ليك الكاونتر شباب. يا الله مستحيل شباب. خلاص انا بنقل اللوت، راح اعمل هوني فاونديشنات. تمام انقل اللوت لهون شباب. وين هذا الواطي؟ يا واطي يا واطي يا غدار، تعال تعال بس واجهني تعال. والله بفتح عليك الام 2 والله. اطلع 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 اطلع، خليني اطلع. عم يحصروني عم يحصروني الكاونتر ريد، عم يحصروني يا شباب والله عم يحصروني. ايزي ايزي، بس بدي اطور هاي، بس بدي اطور هاي، بدي مساحة بس شباب، بدي مساحة بس. ايش انه اللوت عليها ما يسمعوا الام 2 والله يريدوني فورا. كلمة واحدة بس
انسحب 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 انسحب، راح اضربكم جميعا. انسحبوا انسحبوا سريع سريع سريع، الكل ينسحب. ها الكل ميت الكل ميت. ايه مستر عبقري، ما تيجي تريد شخص اوف لاين؟ انت عم تسوي جيف واي عشان تريد شخص اوف لاين؟ لا يا حبيبي، اونلاين ريد، اونلاين ريد. المقطع مسجل، بكره تشوفه. ما اريد اوف لاين انا، والله اونلاين يا حبيبي. هذا اسمه فينوم، اقسم بالله انه اونلاين ريدته يا شيخ. خلاص روح انت شوفه، كان المقطع بس ينزل على اليوتيوب. كل شيء موجود بالمنطقه راح ينجلد، انسحبوا هسه عسالكم. وين المزياع؟ وين المزياع؟ خليني احكيهم باللغه بيفهموها. يا ابني يا كاونتر، الريد انتهى، انسحب بسرعه احسن ما تموت. يا ابني يا كاونتر، انسحب احسن ما تموت. عبقري بالاجواء. خلاص شباب، قد عذر من انذر، طالع اجلدون. اقتلني اقتلني. ولك وانت لحقت تبني القلعة يا عبقري. اقعدوا لك، اقعد كاونتر، وينك؟ تعبين لي راسك. اين انت ايها الكاونتر؟ تعال تحدى عبقري، تعال. اسمعوني منيح يا اوباش، والحاضر منكم يعلم الغايب. الغابة صارت الي ولجماعتي، واللي بيقرب عليها ما يلوم الا نفسه. تعال تحدى عبقري، تعال. تعال شو فيك، تعال يا غدار. ايوه 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 ايوه. انت مين؟ يا شباب اقسم بالله علقت المعارك هون. والله معلم اجت الخريطة كلها يا رجل، لو اعرف هيك ما بلشت الريد. يا شباب انسحاب، يا شباب انسحاب انسحاب. انت شو عم تعمل هون؟ مين انت؟ شو جابك لهون؟ ابو الكستم، اقسم بالله العامل من جدك دربكات. ماشي يا واطي. وانا اجيت انا بحتل المنطقه الحين. لك لا بتحتل المنطقه، كل شيء اجى كاونتر راح يبلع، كل شيء اجى كاونتر راح يبلع ريد اونلاين يا شباب. يا الله ام المعارك، المعارك الاسطوريه كلها. يا كينج وينك؟ يا كينج وينك؟ ايوه عبقري، انا قدامك برات القلعة عم اشوفك. خربت الدنيا يا كينج. لك شايفك شايفك انا برا عم ينغلوا نغل. معلم وشو نغل؟ نغل وبس؟ خريطة كلها اجت. بس مش الحال، تم الريد. بعدين مع هالتورنت هاي. خلاص روح، ليه عم تجي بعد تورنت ومع التورنت؟ روح يا اخي روح، روحوا من هون يا شباب. خلاص خلص الريد، والله خلص، روحوا. خلاص عبقري انسحب، انت انسحب، اطلع مال كل واطلع. قاعدين لك وين نروح؟ فيش ايش نسوي.
طيب يا شباب الحمد لله رب العالمين، وهلا عم بنقل اخر نقله من اللوت. طبعا اجوا جماعه كاونتر علقه حرب الحروب هنيك يا شباب، بس الحمد لله رب العالمين. ها سمعاني والله عم يطلب بعضهم الكاونتر. انسحبت باعجوبه لما هدي الوضع، طلعت تريته هنيك ما راح اخذه، خلاص خليه هديه للعالم خليه يقتلون. وانا انسحبت وسرقت لوت اسطوري من هالقلعه يا شباب. جي جي يعطيك العافيه فينوم حبيبي والله. بس لا عاد تاني مره تحدى مستر عبقري. شو ها مين هون؟ مين انت؟ ترى معلم اخر نقلت لوت مش الحاله. ممتاز ممتاز، راح فضيهم بالصناديق على السريع وخلينا نروح على الكارغو. شو رايك ما انه كارغو اجى؟ يلا يلا استعجلك الكارغو ما عادت بسرعه ولي عليك. يلا شباب هذيك سفينة الشحن رايحين انا وكينج نعمل عليها غزوة مباركة اسطورية، بس ان شاء الله يكون فيها عالم. طبعا حكالي عبقري انه هي السفينة بقلبها بوتات كتير قوايا، كتير كتير قوايا، يعني اقوى مني. ارتفع ارتفع. لا 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 لا، لك ليش نطيت؟ عم بكتب كنت انا عم بكتب للعالم انه انا بالكارغو شي بطلع. انت ما تفجر معلم نطيت. شو ما بتفجر ما بتفجر، بتغرق. روح ركبت. لك ليش عم بالكارغو شيب يا لك؟ خلي يجي خلي الزلمه يجي معلم. يلعن شيطانك يا عبقور. جبنا الحلقه الاخيره انت اقسم بالله. هاي هي سفينه الشحن اللي جوا. يا الله هيك قلبها فاضي ولا في عليها شيء بالسيستم الرسمي عندي؟ في مليانه معلم، بيعملوا فيها اختبارات على البشر للاسف وعمليات تهريب اليورانيوم المشع. يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك يا لطف الله. معلم اول ما تنزل اشتغل طحبشه. ها اوكي اوكي ما تاكل هم، هلا راح تلاقي لي كينجش السفاح. اخر مره جينا لا لا تضرب من هذا لان البوتات حوالينا بيكونوا. نط نط نط. تولي فوق تولي فوق اول شيء. اللي فوق اللي فوق بايدينا كثير. قومني 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 قومني. بس مين قتلك مشان قتله؟ ما بعرف. ولي عليك يا زلمه ولي عليك ولي عليك. تكجي على الكارغو يلا البيس. زبط لي امورك. هذا اللي فوق رشك على الاغلب. طيب شباب خلينا نبلش فتح صناديق فورا لانه على الاغلب العالم رح تجينا كاونتر. والله تعال والله تعال شيلني. طيب يلا رح شيلك. تعال اخر قامت من البرد. يا زلمه انت اهبل يا زلمه. اوه على اللوت الاسطوري يا شباب، بسرعه بسرعه كينج. خلينا نصفي اللوت، خلينا نشق اللوت اللي فيها. عم تحت تحت عم نازل لتحت على الابو. بس شوف دقيقة 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 دقيقة، أنت بتنزل على الأبو ولا وبتمسك ولا أنا بمسك وأنت بتنزل على الأبو شو؟ أنا ما عندي فكرة وين مكان الأبو، أنا أول مرة بجي على هي السفينة. روح انزل استكشف روح. ما بقبل لسا عالم ولا خير. أنا راح أمسك الجو. فيها في عالم يا الله من الأخير. بوتات بوتات روح. أنا راح أمسك الجو هون معلم، أنت روح على هي تمام؟ والله بتعرف مو من هون اللي حمسك الجو. خافوا يجونا بالزوارق. يا اخي انت حافظ وين اماكنهم طبيعي ما يهمك. تحت تحت هو فكره فوق في عالم تحت في عالم وين ما رحنا في عالم شو اسمه. شيل اللوت المهم المهم. اوكي اوكي يا لقيت 12 كسب لوسف. والله اللوت اللي بقلبه اسطوري يا كينج. لا معلم والله انت زبط زبط الامور مشطها. انا راح اوقف عشان يجون عالم كاونتر. اوكي انت ليش تحكي للعالم انه احنا هون؟ يا اخي شو انك ملقوف؟ تعرف اللي احنا كان لازم نزلنا هون معلم على السطح هون عبقري. عادي عادي هلا من الاول اريح شيء للهبوط لان هي عم تمشي بالنهايه هدفه مو ثابت تحرك. بعرف بس قصدي ليك انت هون كشفتهم كلهم يا زلمه لو انك جاي من هذا الطرف. انا اللي عم قفر مكان القوارب معلم، حاسس في عالم رح يجوا علينا ما بعرف. ايش في صناديق؟ طيارة 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 على 140 140 140 شفتها شفتها. اوه اجوا العالم كاونتر شباب. ضرب ضرب على الطيارة بس. بقى راحت كأنه. لا لفت 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 لفت. تركها تركها بس خلي تقرب، لما تقرب تقوم تهرب تفزع. لما ينضرب انا بوز السفينة انا بوز السفينة. وانا بآخرة السفينة. حلو. وين؟ مؤخرة السفينة. ليك جاي 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 لعندك جاي على المؤخرة. هبط 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 هبط. شو؟
نزل اجا والله هبط نزل انتبه 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 مات. وين نزل؟ لا لا نزل نزل عندك نزل عندك بيكون انتبه منه كرفس لا تمشي لك كرفصه يمكن نزل فوق لا لا نزل تحت طيب فوق. انتبه خليك خلاص كمبر اجانا واحد كاونتر الله يستر شو ثالثه لا هو عم يقتل بوتات كان قتلني من ضمن البوتات انتبه انتبه بيقول هاي هاي كأنه مات لا ما مات لا لا ما مات طب اسمع انا مكمبر له اوكي انت كمبر يا ربي دخيلك شو جابوا هذا انا ما عندي فكره من ممكن يطلع انه ما بعرف هو عندك هو من جهتك يهبط من جهتك شو خليته يهبط يا رجل لك بسرعه اجى شاكك يخرب بيت شيطان وشو انت اللي بترشه هو فوق الاغلب ما بعرف لا لا مو فوق تحت تحت يعني تحت يعني عندي انا ماسك تحت انت وين فوق على اخر شيء فوق اخر شيء بس مو فوق طب اخر شيء فوق خلاص خلاص خليك ماسك فيك يمديك تقفرني انا تحت بدي امشي تحتك يمديك تقفرني وين وين اختفى عم نط عم نطوت عم نطوت عم نطوت ما ماني سمعانه ابدا ترى انا مكرفس وكاتم نفس لك يا اخي يمديك تقفرني مشان اطلع له انا ماني عارفان انت وين بدك تمشي لك انه يمديني ولا انا طلع ويني على الخريطه طلع ويني بدي اقرب منه لاتجاهك يمديك تقفرني يعني ما بعرف خاف اقول لك انه ايه قرب طب قرب 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 لتحت قرب لك انا مقرب لعنده شوف وين وقتله لما كتم نفس هو كمان كتم نفس هو الكتم اللئيم معلم هلا المفترض هون ما في اي طلعه الا هذيك الطلعه بس وين قتلك؟ شو؟ قتل بوت قتل بوت شكله عم يطلع لعندك او تحت نازل لتحت رح انزل لتحت انا لقيت لك يا عبقري لا يا معلم لا هون في بوتات يبقى ما انا هون شوف الجنب الثاني اسمع اترك البوتات لا تقتله مش انا حاسه عم يطلع لعندك مسك المخارج تبعيتك لانه شافك انت وين هون في بوت مقتول اكيد هو اجى من هون الله يستر شكله تحت خواتني اقسم بالله وينه ماني عارفه لا مانو بالابو هو فوق هو فوق على الاغلب عم يطلع لعندك على الاغلب طب مانو عندي يعني عم يطلع لعندك يمكن عند الزورق تعال تعال نشوف الزورق انا عند الزورق انا يخرب بيت شيطان وينه وراي طلع قتلك كاسبر قتلني قتلني هذا كاسبر عبقري هو فوق 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 وين قتلك وين انت وين من من فوق من فوق من فوق من فوق اخر شيء عبقري هذا الزلمه يعني عرفان تصميم السفينه اكثر من بيته بعرف انا حافظها انا حافظها قلت لك عم يطلع لعندك لو شافك لك انا كنت واقف مكمبر له زي ما صار معه اي كي وصار معه جرينيد لانشر شافني عم يضرب يا اشتبكت معه الآل حاج بس ما مات ترى السفينة راح تطلع ها من برات الحدود والله انا شو اعمل هلك وقاعد فوق انا تحت اخذ عليها جراوند طلعوا مثل ما طلع لي تعلم من ورا والله السفينة عم تطلع ها غالبا يا بلعته مرتين يا رجل يا صار معاه طبيات ومعاه قصص كامل معلم لا كولي عليك وبس ما يجيني غدرة وعلى الأغلب رح يجي غدرة يعني إذا ضربني وأنا عم بطلع إيزي بيزي بيقتلني إيزي بيزي ول
صار كذا. لا فوي 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 ند هاي يا غدار والله كسر. يا هكيته وقعت من ايده ونزلت بالبحر. اسمع انا راح ملي صندوق الهذا مش عايز نهرب فيه. اوكي اوكي شباب، بعد ما قتلنا هذا المتطفل المزعج الجبان كاسبر راح اروح على شباب وكمل انا اللوت، بس الله يستر ما يرجع لي مره ثانيه. على الاغلب راح يرجع. قاعد فتح شباب والعب، طلعتنا بولتي تانية. والله نايس لوت والله. اجا 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 يا رب يكون مات. ما اعتقد يكون مات، بس ان شاء الله يكون مات. شباب رجع هذا الواحد مرة تانية. لازم انزل لعنده شباب على السريع. اوه بدها تطلع، بدها تطلع السفينه، بدها تطلع السفينه برا المضمار. هلا بصير راديشن فول، لازم بسرعه نروح. منيح انك كنت معبي اللوت شباب، انا ظبط اللوت هون كله. راح اركب انا هذا الزورق وروح. اوكي خلاص هذا ما يمدي يقتلني هلا. شوفوا اللوت اللي هون، يا سلام غير اللوت اللي معي. يلا نهربوا. طيب يا شباب وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. بتمنى المغامرات اللي عملناها تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنسوني من زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتوصلك حلقات السلسلة هي أول بأول. وإذا حابب تدعم مستر عبقري بإمكانك تنضم للقناة، زر الانضمام موجود جنب زر الاشتراك. رح ضل عم ألعب بهذا السيرفر يا شباب لنهاية شهر رمضان المبارك. اسم السيرفر رح يكون بالوصف. إلى هنا كان معكم مستر عبقري، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. سلام.